السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد الشتا، مع هاد البرد؟ كنقدم لكم تحية خارج الوطن وداخل الوطن، كل الأصدقاء ديالي والأحباء ديالي. وغادي نتقدم بواحد التعزية لهاد السيد اللي مات، سي صلاح الدين الغماري والعائلة ديالو، الله يصبرهم، وجميع الاعلاميين. انا كنعزيهم بداك السيد، كان عزيز علينا بزاف الصراحه. وانا ديك الليله ما نعشتش منين سمعتها، بقى فيا بزاف بزاف، وانا قلبي نيت عندي مشاكل وداكشي، ما نعش بقى فيا، وانا مريضه بقى فيا بزاف على داكشي اللي سمعت ديك الليله. والله يرحمه ويوسع عليه ويصبر اهل ديالو والوليد ديالو وهادشي اللي كاين. وندخلوا في واحد اليوم في واحد القصه ديالي. انا نعاود لكم اخوتي واحد القصه ديالي منين مرت بالسحر. واحد النهار نط مع بالليل، تزيرت بزاف، نط عند الزوج ديالي الله يرحمه، وديها كاين ها كاين، قرا عليا مسكين شي يومين، تيقرا عليا تيقولوا لي الناس ديها هنا، دي عندها الشوافه، عندها الفقي، عندها الفقي، ما مشيت شاي. واحد النهار وين مشي عند واحد مول الحانوت، جاب لي واحد الفقي من طاطا. على هاد الفقي راه مزيان، جا الفقي ما قدا حتى حاجة، ولا تيسد عليا في البيت، وليت كنهضر، أعوذ بالله من الشيطان، من الشرك بالله، وليت كنهضر تيقول لي الناس راه غادي دير هادي باش تخرج الشوافة، غادير هادي دير هادي، ساقو دارهم الخبار، تيقول لي كيديني من هاد الفقي لهاد الفقي. وليت كنذكر السادات، أنا بغيت مولاي إبراهيم، بغيت مولاي عبد القادر، بغيت هادي وداكشي. هما ما كانوش باغيين دارهم داكشي كله، ما تيآمنوش بداكشي. ولكن انا السحر واحد النهار جا كيسد عليا، يسد عليا واحد النهار جا ولقاني في الزنقه، لقاني شادين الناس الجيران. ايوا صافي، جلست من الخدمه ما بقاش ولا مقابلني غير انايا، انا هي السبب، حيت ما لقيت حتى حد اللي غيقابلني في ديك الوقت. خصني يكون معايا هو، ما عندي حتى شي حد، الا مشى هو نخرج انا، كلشي هو هو. انا المرض ديالي الله يرحمه، انا هو السبب باش توقف من الخدمه انايا، انا هو السبب، انا هي السبب، حيت ما لقاش اللي يشدني ولا يقابلني ولا يعاون، كان كلشي هو. الا ما كانش ما خصو يضل معايا، يجلس معايا، تيقابلني انا نقتل راسي، تيقابلني بزاف د الحوايج، حتى مرض هو معايا، مرض معايا. واحد النهار قالوا لي الناس لا خصك تمشي ديال بويا عمر الثاني، ما كاينش العلاج، والله ما كاينش داكشي، كلشي تكرس مزيان. عاوتاني مشيت لمولاي ابراهيم، جلس فيه شي شهور، شي شهرين، تيجي مسكين هنا ديك الساعة باقي ما توقفش من الخدمة، تيجي الجمعة والسبت حتى تيطلع لعندي، مخليني تما كاري ليا عند الناس، الناس مزوجين. من تما مشيت طلعت لسيدي سمهاروج، كل واحد اش كيقولو سيحينو، وكنتصنتو أي حاجة قالوها الناس سيديرها زعما باش نتعالج أنايا، وما كاينش أنا ويا في الراس بجوج. بقينا شادين هاديك المسيرة، صافي وقع الفيضان، وقع داكشي، ما بقيناش كملنا، رجعت بحالاتي للرباط، صافي استقريت انا وياه. ايوا اليوم هاد الفقي يجيب هاد الفقي، هذا غيصرحها، هذا غيدير ليها، هادي يدير لها، كلشي كذوب. اي فقي جا الاغلبيه ديال الفقهاء، ونقول لكم راه كلشي كذوب، كلشي كذوب. السحر راه كاين، شي السحر كاين، ولكن بحال تقولي الفقي الشوافه، ما انا كلشي كذوب الا القران. صافي الواحد يصلي والقران وداكشي، ما يقول زعما راه نمشي عند الفقيه، راه الفقهاء هما اكبر الشياطين، وتنقولها انا هما الفقهاء. انا الفقهاء جوج قالوا لي بان اش بغيتيها، جا من صحيت داكشي، من وليت سميتو كان عاود ليا، كان هو فيه كلشي عندي انا، انا ما قابلني حتى حد المرض ديالي، خصني كلشي كيديرو هو. انا حاشاك مكتهبيله حماقيت، عارفني كلشي، هو اللي مقابلني، تا قالوا مرض مني تا انا، داكشي اللي فيا انا ولا فيه تا هو. شداو دارهم بلاو بيه زعما، قابلوه دارهم وداكشي، داو لعند شي حد ولكن لا خصني نكون انا وياه، هذاك المرض خصنا نكونو حنا بيا بجوج، ما يكونش معانا شي حد. شوافات ما نمشيش لعندهم، الفقي الا جابو ليا انا داكشي اللي فيا كيبقى يبغي يهضر، حيت الفقهاء كلهم خايبين. انا كنقول ليه انت اش كاين عندك، استغفر الله العلي العظيم، ما داكشي راه ما كاين لا فقي لا والو، عمرك ما تدخلي عليك تبقي للدار. انا الفقي كان كيقول لي اشنو بغيتي، تفرقي منه، كيجيو يديو الفلوس كيقول لي بغينو بغينو بغينو، كاين الناس اللي كيجيبوهم ليه، بغينو بغينو بغينو، تيجبد لي تيوجد لهم داكشي اللي بغاو.
قالنا بغينا الليله داو متلسله كانوا يقتلوا يجريسيونا هذوك اللي دار القناوه، قال لي بغينا قناوه بغينا، كل واحد اش كيتشرط عليه. المهم انا هي السبب في الخدمه ديالو مسكين الله يرحمه تتوقف، والسبب ديالنا هو السحر، والسحر من جاي من العين ومن الناس الحساده. فاطمه كي دايره وشوف كيفاش خداها فاطمه، شو كي دايره هو زوين وفاطمه انا دائما خايبه، انا دائما كحله وخايبه، هذا هو السبب ديالي انايا. وكان كيقول لي راه ما عندكش حتى يبغيك من غيري انا، وانا ما كانش عندي ديك النيه. الدنيا هانيه مع الجيران، جيتي عندي انت، المهم ناكل معاك نشرب معاك وداكشي، حتى نهار خرجت هاكا في الزنقه راه الناس اللي كيسمعوني راه عارفين اللي خرجت حمقى بنت سعود مالا، راك حمقى ما خلى بيا نقول لك شي سميتو، وبقى معايا مسكين ما لخر القران. كذب عليك شي واحد يقول لك الفقي، عمر شي فقي كلهم داو الفلوس، ولكن خرجوا عليا وليت نطيح في الزنقه وليت. المهم المشكل ديالي وهي ما نتفرقش انا حتى ما نمشيش عند الناس، الا مشيت عند الناس شميت الخور لا شي واحد مسبب ولا شي حاجه لراسو انا كنهضر، ولا في هذاك السحر دار لي واحد المرض ما نقولش كرهني، ما بقيت كنبغي حتى شي حد. الحمد لله هو واحد مزيان ولا العلم ولا هو ما نكرهوش، ما كان شاي انا تربطت باش نجلس، ما كانش هو قسما لا. واحد النهار الا جاب واحد شي حد من العائله ديالهم تعرفهم جابهم لهنا لعند سميتو غادي هنا تحت الشجر غاديه جابهم باش يشدوني، راه تيعاود ليا منين وليت طلع خليت كيعاود ليا كيقول لي راه ما كنتش كيشدك حتى واحد، والسبب هو السحر وبانو ادم، حيت عمر ربي ما كيعطيك شي حاجه خايبه الا بنادم، ما تعاشريش بنادم. انا كنقول للمراه الحره ما تدخلش عليها الصاحبه، ما كاينه الصاحبه، فاتك امك وخواتاتك وعائلتك ولا راجلك، عيشي مع راجلك ولادك اللي عندك، ما كاينه لا صاحبه. وانا انا كيقولوها لي بوجي، يقول لي شوف حسن كي داير وشوف فاطمه كي دايره، هذا كلشي على والو، على الزواج ماشي انا عندي العمارات ولا عندي والو، خصني انا ما نكونش في ذاك المكان، غتكون هي ماشي تقال لي بوجهي المهم انا كنسمح يا كنسمح، ولكن الا سمح لهم سيدي ربي انا كاع عندي كيأدي شي حد وكيدير شي ديال التشعويذ وكيسحر وكيأدي البنات ولا رجال كاع هادو اللي خارجين للزناقي، راه ماشي الا الله ما كيعطيش شي حاجه خايبه. بنو ادم بحال الراس هو اللي كيدير داك الشيء، انا ما كنسمح ليهمش وما تنبغيش ما كنبغيش كاع نجمع مع الناس دابا بزاف، انا ما كنمشي غير بوحدي، انا دابا هنايا في تميتو راه بوحدي ما نمشي عند حد، الا مشيت عند واحد الصديقه مرابع قالها بوليداتها. انا كنخاف من الناس، من ديك الوقت عشت انا وياه بوحدنا، ما نمشي عند حد ما يجي عندي حد، انا حتى درنا عمرهم ما جاو لعندي مباشره ليومنا هذا، عشنا واحد الحياه مخيره بغيتها لاي وحده. انا الحياه اللي عشتها واخا مع داك الظروف وداك المرض وداكشي، المهم المهم كاينه شي حاجه زوينه دوزت هذاك الشيء، ولكن كاينه شي حاجه نهار غادي يعفو عليا الله وداك الشيء من المرض، كساني مسكين وليت شويه وحول الناس سكنه، وكنت كنقول ليه انايا انا بغيت الزنقه وتيجلس معايا في الزنقه تيطلع النهار، وتستاشر مع خوتي قال لي بحال المرض حنا ما عندناش وما تنعرفوش. المهم ما كانش اللي قبل عليك في داك الظروف، ما كانش اللي قبل عليا، قلت ليه المحل اللي كنا عي كنكري وتنقول ليه لا انا هنا لا ما بغيتوش يمشي كريا لوطيل، نعيش نعسو نمشيو نكريو لوطيل يومين ثلاث ايام ربع بالليل كان لوطيل، ما نبغيش الديور، حوايجي دايما مشتته. والسبب ديالي هو بنو ادم بحال الراس اللي ما كيخافش سيدي ربي، وانا كنقول لكم ما عمرش وحده ما تمشي عند شي فقي، انا كنقول لكم راه الفقي راه ما كاينش، الفقي هو الله القران، غير القران وينوض واحد قبل الفجر ويقرا آية الكرسي وكاين واحد الدعاء، المهم المهم راه داكشي دغيا كيتحيد، شي السحر دغيا كيتبطل. كذب عليك يقول لك الفقي، الفقي ملي كتمشي لعندو عاد تيكمل عليك، انا راه مشيت حتى القنيطره انا ما خلى في داني الله يرحمه على ود هادشي هذا، ما كاينش الا العلاج هو الله سبحانه وتعالى القران. انا قلت لك هادشي اللي دوزت انا كلشي كان كيقول لي راه بنت سعود ما عمرها غادي تكون بحق، كلشي كيقول لي حماقت، سمعوا عليا خوتي انا راه حمقه فهمتيني، راه باقي فيا دابا ديك النوضه ديال سميتو تنتعصب وتقولوا راه حمقه وانا لا، حيت انا قلبي مزيان كنت يدي تمشي عند واحد كان كيبان في الدوزيم كان كيبدا بالصباحيه تمشي عنده الثاني عنده القنيطره كي دخلها داخله عنده تلقى هاد سوره البقره من الباب طلعت تزيرت عنده قال لي ما نقدرش نهضر معاها قال لي ديها في حالتها رجع عاودها ليا كحسن وانا اللي طلعت مشيت مع عند شي بقيت نشد فيه تنخاف قال لي شي السيده
مزيانه وقلبها مزيان، واللي اذاها مازالت اذى، وعرفت شكون وسامح، وما نقدرش نرجع زعما نادي الانسان بديك الطريقه وداكشي. لا 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 لا، انا هو الحاجه الوحيده اللي ما نديرش، ما نقدرش نتقلق نغضب كلشي الا باش نرجع زعما داكشي بداكشي اللي دار ليا. لا انا ما عشتش في داكشي وما نقدرش وما عمرني نديرها. وتهلاو في ريوسكم، والواحد الحياه راه فايته، اللي لقى ما يدير الخير يديرو، شي ديال الكره والحسد ولا قالك ضد لا تحسد، فهمتيني؟ بنادم راه هذا الشيء راه صعيب، هذا يمشي لادي هذا ولا ادم، راه كتحسب هذاك راه كيترفع عليه القلم، راه حماق. انا ربي عطاني داكشي ما مت وما تفرقتش معاه، بالعكس كان كيقول لي الله يرحمه وحنا ما تفرقناش، حنا عاد بقينا ملاقين، داكشي عاد قوة العلاقه ولينا بقينا مزيانين، ما عمرنا تفرقنا، فهمتيني؟ حيت ربي ما بغاش، ما بغاش يكمل داكشي اللي داروا السفهاء كما كنقولوا حنا، ما بغاش. ولا بغى الله شي حاجه مرحبا بها، هي ما تيقوش وما تاكلوش وسامحوا الا لقيتو ما تسامحوا، واللي عنده شي عائله يديها فيها وصله الرحيم، واحد يعرف بينه وبين ربي. شوف على هاد مسكين هاد السي صالح، ها هو على غفله مسكين مات. شوف عين الناس اللي مشات معاه كي دارت سعده، تيكون عين كون انا في بلاصتو موت مزيانه، وقوم ربي العالمين حيت هو مزيان، وهو راه ما نكذبش عليك، انا هضر دابا تنفكر فيه بلا ما يتنساش، داك الصوت ديالو ما يتنساش. انا دابا قبيله البنات داروا لي واحد السيد كيقلدو، ودورت وجهي ولكن ما جانيش بحالو، الصوت ديالو هو حنين، وكان كيوصل لك بواحد الطريقه كنا تكوني خصك تجري باش تشوفي داك البرنامج، تيجيك حافظين الوقت كبير وصغير كلشي. شفنا نشوفو هذا السي صالح غماري كلشي كلشي، إلا إيه كان الناس اللي بكات عليه والناس اللي طاحت عليه، انا والله بداني النعاس. وتنتفكروا ما نهار الجمعه اللي غاديين به، راه من هاد نشوف هاد القناه نشوف هادي كلشي كنشوفو، الله يرحمه ويوسع عليه في هاد النار. وديك واحد المذيعه مسكينه تاهي مات نهار الجمعه، الله يرحمها ويوسع عليهم ديك القبور ويثبتهم عند سؤال. المهم السي الغماري انا كنوجه العزاء للعائله ديالو والصحافة كلها، الإعلاميين كلهم، الله يصبركم والله يعاونكم، واش اللي غادي نقول، والله يثبتو مسكين عند السؤال. وذاك الوليد الله يكون فيه داكشي اللي كان باغي فيه باه، كيقول لك راه باه باغيني نكون طبيب، الله يكمل عليه في هاد الليلة، الله يصبر مو خواتاتو، وبنادم ما يبقاش اللي يهضر في الميت بشي حاجة خايبة وصافي، هادشي اللي كاين. الميت إلا مات قال اذكروا موتاكم، الميت حسبنا حتى حنا غدا غنكونو بحال هكاك، راه كنتسناو الساعة، راه كل واحد هنا غادي نبت داكشي في درنا، ماشي راه حنا نبقاو دائما. هو راه ما كانش عالم عليها مسكين، شوف اش كان كيفكر فين كان يغدا، وشوف منين كان جاي ومازال خدام. وحنا ملي سمعناها تصدمنا، حنا دابا الشعب كله تصدم، علاش؟ راه جات على غفله، ما مريض ما والو، وراه المرض ما كيقتلش، ما تيقتلش المرض، الاجال نهار وفال اجاله، راه مات مسكين الله يرحمه وبقى فينا. واش غنقول لك والله يعاونكم، ما قدرت مازال نكمل، راه بقى ما تفكرتو دابا انا ما قدرتش مازال نهضر، بقى فيا بزاف والله، لا بقى فيا بزاف. عيدك ملي كتسرحي عينك على داك الجمهور اللي غادي والناس تبكي وداكشي، راه بحال اش غنقول لك، راه انا تفكرت نهار مات الحسن الثاني، قسما بالله بحال هكاك مشينا، بحال هكاك داك الموكب، بحال هكاك كنبكي وداكشي، غادي نشادين المسيره تنبكيو. بنادم اللي مزيان ما عمرو يخيبو سيدي ربي، سامحوا وطلعوا على العائلات ديالكم وعلموا ولادكم التربيه ويطلعوا على سميتو ديروا صله الرحيم، راه ما كاين والو، ما بقى والو. ما يموت واحد ما يموت على غفله، واحد يشوف عائلته بحال اللي تنقول انا، واحد يطل ويشوف، واللي لقى ما يصدق ولا ما يدير الخير. داكشي اللي كديروا ماشي كديروا لذاك الانسان، راه تلقاه قدامك، سعداتنا نلقاو فين نديروا الخير، حيت راه غادي نلقاوه، ماشي يقول لك هذاك راه ما عمل هذاك راه عنده ما نعطيش، ماشي تخيل صدقه دي زيتها في الحكم والعود، اللي لقى ما يدير الخير يديرو. شي كلمة طيبة أنا تعجبوني هذا ديالكم، اللي تتكتبوا لكم التعبيرات ديالكم تعجبوني مزيان، كنضحك وتنفرح قسما بالله، والله يسهل عليكم. ومن قال كلمة واخا ما سميتو ما تايت هو تنشكرو، واللي قال غنديك العمرة إن شاء الله نمشيو ديك معايا، مازال غادي تجيك إن شاء الله، وكلهم التعاليق عاجبيني. اللي بغى يجي لعندي تيقول لي نجيو عندك، حنا وليداتك حنا هادي، كلشي عاجبني. انا فرحانه من نهار شفتكم، واخا ما شفتكمش هكا شفتكم بقلبي، تتحبين بنادم راه كيحس عيب دوك الكلمات، الوالده المهمه هادوك انا كيعجبوني بزاف، انا فرحتوني ماشي بالطمع ولا بشي حاجه، لا انا هذاك الشيء وليت كنقول يا ربي متى نتلاقى معاكم عير جيو لعندي،
اللي في المغرب غير يجيو نطلع يجيو يجلسوا معايا نشرب واحد الكويز ديال اتاي. ومرحبا باي واحد بغى يجي عندي يجي عندي وصافي. هذه هي نكون فاطمه ديال القصه، كل سيمانه نجي نتحدث معاكم شويه وصافي. هادشي اللي عطى الله، والسلام عليكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.